مساء يوم الخميس الأول من فبراير سنة 2001 في مدينة أمنيفيل الجميلة شمال فرنسا، أحمد بلال لاعب المنتخب المصري لكرة اليد بياخد الكرة كده من نص الملعب ويخترق الدفاعات الروسية، طبعا الدفاعات اللي هي بتاعت كرة اليد زي السكينة في الحلاوة كده، ويحرز هدف تأكيد الفوز لمنتخب مصر على الدب الروسي المرعب بطل العالم مرتين وصاحب ذهبية أولمبياد سيدني 2000، يعني قبل الماتش ده بسنة بالظبط، وسط ذهول العمالقة الروس والحارس الأسطوري لافارو، محدش فاهم حاجه خالص، لعيبه مصر نفسهم مش مصدقين اللي بيحصل. ويعلن احمد بلال تاهل منتخب مصر لاول مره في التاريخ للمربع الذهبي لكاس العالم كاول فريق عربي وافريقي واول فريق اصلا من بره اوروبا يتجرأ ويعمل انجاز بالحجم ده. الحمد لله ان ستالين ما كانش عايش وشاف الماتش ده. اخواتي اخواني اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في شغلانه جديده من شغل بورشه. اشمعنى كره اليد؟ احنا من 93 ما غبناش عن كاس العالم 17 مره حضور دولي، وكسبنا فرق تقيله جدا سواء في كاس العالم او في الاولمبياد. من سنه ونص تقريبا مصر احرزت المركز الرابع في اولمبياد طوكيو 2020، برضو في انجاز غير مسبوق من دوله بره اوروبا، وكسبنا المانيا العريقه فرق 5 مستريح في ربع النهائي. الله، الموضوع مش طفره بقى ولا موضه وانتهت، لا ده في ورائيات في الموضوع. ايه بقى الوصفه السحريه وكيف بدات الحكايه؟ وايه المختلف في كره اليد المصريه عن كره القدم مثلا؟ وايه اوجه التشابه ما بين كره اليد عندنا والان بي اي؟ وايه حكايه التحكيم المصري النسائي اللي وصل للعالميه؟ وايه دور كابتن خالد خيري في الموضوع ده كله اصلا؟ وايه 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 تعالى نرجع للمباراه الشهيره اللي هي مصر وروسيا في 2001. بس ثواني لحظه، بعد نهايه المباراه محمد نصر بتاع فرنسا ركز الكادر كده على واحد في المدرجات يعتبر هو كلمة السر. ايوه هو ده الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد من 2000 ل 2023، بقاله 23 سنة في نفس المنصب. الراجل كان دارس في ألمانيا وعنده علاقات كويسة هناك، وكان دايما فلسفة الراجل هي ادي العيش لخباسه. يعني ايه؟ مين يا عم الحاج بابا المجال في كرة اليد وقتها؟ هم الألمان. راح حسن مصطفى في 1990 تعاقد مع المدرب الألماني بول تيدمان، وبالفعل مصر تحرز لقب بطولة الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها سنة 91، ويليها على طول في 92، وتأهلنا أخيرا لكأس العالم لكرة اليد بعد غياب 30 سنة سنة 1993، ومن يومها ما غبناش عن كأس العالم ولا مرة. طب ليه؟ دايما كان عقدة المصريين هي حاجة واحدة، عقدة الخواجة. مفيش ثقة خالص في ان احنا ممكن نجاري الرجل الابيض المتفوق ونقارعه رأسا لرأس في اي رياضة، بس لازم يبقى في حل اتصرف بقى عم حسن. الخطوة الاولى ارمي نفسك في البحر. ايوه هو ده اللي حصل. تقريبا بصورة شهرية كان المنتخب المصري بيلعب مع فرق اوروبا الكبيرة مباريات ودية، وبنشيل على فكرة فرق سكور رهيب جدا ونرجع، بس عادي خالص. اهم حاجة في المرحلة دي كانت اكتساب الخبرة وكسر الرهبة والاحتكاك باساطير اللعب. الخطوة الثانية طور تتطور، زي جامل جامل تكسب محبة الناس كده. أكتر حاجة تميزت بيها كرة اليد طول الفترة دي هي التطور المستمر في قوانين تنظيم اللعب. على سبيل المثال مركز الظهير الأيمن اللي هي اللعيبة بتلعب في الباك بإيديها الشمال، المركز ده تقريبا طول عمره كان واقع في منتخب اليد، عشان كده حسن مصطفى بيلزم الفرق المصرية وبيفرض عليها كوتا من اللعيبة اللي بتلعب بإيديها الشمال، زي صابر حسين كده. حد فاكر الراجل ده؟ كان باك يمين جامد جدا بس بياخد استبعاد دقيقتين كتير. الخطوة التالتة إلزق للناشئين زي ظلهم. نظام الدوري المصري كرة اليد ده غريب شوية، نتائج الفريق الأول لأي نادي تتأثر بشكل مباشر بنتائج فرق الشباب، عشان كده بيسموا دوري الشباب ده دوري المرتبط، لأن ترتيب الفريق الأول مرتبط بيه. لك أن تتخيل بقى تأثير قرار زي ده في الاهتمام بناشئي اللعبة والتنافسية الشديدة اللي اللاعب الناشئ بيتعرض لها من صغره. الخطوة الرابعة دي بقى مميزة جدا. واحد من تاني تلاتة، تريد النجاح عانق السحاب. احد مشاكلنا الازلية برضو في كرة اليد وفي جميع الرياضات هي الاطوال، اطوال اللاعبين. كل ما نلعب فرق اوروبية نقعد نقول بقى دول درف ومش هنسلك فيهم يابا، يعني الموضوع ما كانش بيأكل عيش خالص. ولا يهمك يا ريس، الاتحاد المصري لكرة اليد حسن مصطفى يطلق برنامج رسمي لاكتشاف المواهب العملاقة، هو اسم البرنامج كده، المشروع القومي للعمالقة والموهوبين. وانت مش بسهولة برضو هتلاقي لعيبة تانية زي كابتن احمد العطار العملاق وكابتن اشرف عواض
عوض لاعب الـ WWF الذي ضل طريقه لكرة اليد. ما شاء الله عيلة عوض عندهم بتاع 40 واحد بيلعبوا هاندبول. المهم القائمين على المشروع ده بيلفوا 13 محافظة سنوياً عشان يكتشفوا المواهب العملاقة اللي قلنا عليها، وبيتم التسويق للمواهب دي. الاتحاد المصري بيبعت خطابات رسمية للأندية بيقول لهم مثلاً احنا عندنا 40 لاعب مواليد 2006، تعالوا خدوا فكرة. مشروع الموهوبين والعمالقة ده هو النسخة البلدي لنظام الدرافت اللي بيحصل في الجامعات الأمريكية عشان يزودوا الـ NBA بالمواهب الشابة. عشان كده الـ NBA محتفظين بالمستوى الخرافي بتاعهم بقالهم بتاع 60-70 سنة كده. أحد آخر إنجازات الاهتمام بالأعمار الصغيرة دي هي برونزية كأس العالم للشباب سنة 2019 ولقب كأس العالم للناشئين سنة 2019 برضه. بمناسبة الـ NBA، نظام دوري كرة اليد المصري بيتلعب على 3 مراحل. المرحلة الأولى والتانية بتاخد في الاعتبار نتائج فرق الشباب أو فريق المرتبط، والمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة النهائيات أو الدورة المجمعة، ودي ما بتاخدش في الاعتبار نتائج فرق المرتبط. وده بقى شبه اللي بيحصل برضو في الـ NBA، عندهم 3 مراحل. يعني إيه لازمة النظام ده؟ يعني هتفرق قوي يعني؟ بص، ميزة النظام ده إن لو في مثلا فريق طلع السادس في المرحلة الأولى بيبقى لسه عنده فرصة إن هو يكسب الدوري زيه زي صاحب المركز الأول بالظبط لما يدخل المرحلة التانية. نفس الكلام ده بالظبط لو فرقة طلعت المركز الأخير في المرحلة الأولى يبقى لسه عندها فرصة للبقاء في دوري المحترفين عن طريق المنافسة مرة أخرى في المرحلة التانية. طبعا كل ده بيضيف للتنافسية وبيخلي الفرق عندها دافع طوال الموسم لتقديم أداء كويس. لو تلاحظ أنا ما جبتش سيرة الاحتراف الخارجي خالص. محترفي المنتخب المصري لا يتعدوا 20% من قوام المنتخب، وغالبا معظمهم بيحترفوا بعد ما يتألقوا في البطولات العالمية، زي أحمد هشام دودو اللي احترف في نيم الفرنسي بعد بطولة العالم للناشئين في 2019. شوف رئيس، احنا وصلنا للاحترافية في كرة اليد المصرية في كل جوانب اللعبة، لدرجة ان التحكيم المصري ادخل عناصر نسائية في اللعبة ووصلوا للعالمية. الاختين الحلوين هايدي وياسمين دخلوا في قائمة الحكام المرشحين لتحكيم مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 في بولندا والسويد. حتى في التعليق يعني بص خدها مني كده، خالد خيري هو افضل معلق كرة يد في العالم العربي. بيعدي كويس قوي، يا سلام يا سلام على الجراند كار. بص معلش تعالى نسمعه كده سيكا بس سيكا. هو يفوت لكن عندنا الاخطبوط. يا سلام على العاب الهوا، يا هوا يا هوا مستبات واللي فات فات. يعدي صاحب المهارة الابيض الذهبي الاحمر الناري، يا 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 يحرز هدف حكاية. شوف رئيس، بعد كل الانجازات والحوارات والحبشتكلات اللي احنا قلناها دي، مرتبات لاعبي كرة اليد تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بكرة القدم. يعني مثلا احمد الاحمر افضل لاعب كرة يد مصري عبر التاريخ، وبالنسبة لنا هو افضل لاعب كرة يد في العالم. معلش يعني الراجل ده في 2017 كان العقد بتاعه 2.5 مليون جنيها، في حين ان معروف يوسف اللاعب الزملكاوي الجميل كان عقده 4 مليون جنيها ايام ما كان الجنيه بقى بصحته. فاكر الايام دي في 2017؟ يا سلام. فنو كومنت يعني. انا عايزك بقى تغمض عينك كده وتتخيل حال كرة اليد المصرية لو تم صرف نفس التسويق والمبالغ اللي بتتصرف على كرة القدم في كرة اليد. ها تخيلت؟ خلاص اعمل بقى لايك وشير وسبسكرايب، وادعي بقى ان هي كرة اليد المصرية تظل في تفوق دائم، وما تكونش الحلقة دي هي بداية تركيز المصريين مع كرة اليد. هنجيب اجل، هنجيب ضرافة. بتاع خلص، لازم نمشي. بس يا ريس دي شغلانة خلصت ولسه في شغلانات جاية كتير. خد برشامتك ومع السلامة انت دلوقتي، وما تنساش اللايك والشير، ونشوفك الشغلانة الجاية ان شاء الله. تشاو.